رأي الطلاب ورأي المدرسين في موضوع البوكلت بتاع السنة دي؟ في ناس فاهمة أو استوعبت، وفي ناس لسه ما فهمتش أو استوعبت النظام الجديد ده هيطبق إزاي. بس الغريب بقى في حاجة اللي أنا لاحظته في التقرير، إيه هو؟ إن المدرسين بيقولوا إحنا بنروح المدرسة وبنشرح للطلاب وبنعرفهم نظام البوكلت، والطلاب اللي هم المفروض بيتعلموا في المدارس دي بيقولوا لا إحنا مش بنروح، محدش بيقول لنا تعالوا نذاكر لكم او نراجع معاكم البوكلت ولا لا. انا بصراحه مش عارف اصدق مين، اصدق الطلاب ولا اصدق المدرسين. عامه يا كل ولي امر ليك ابن دلوقتي هيمتحن في نظام البوكلت الجديد في ثانويه عامه، يا رب ربنا يكون في عونك. هل شايف ان نظام الباكلت السنه دي احسن ولا السنين اللي فاتت كانت احسن بالنسبه لك؟ لا هو يبقى احسن لان هو يمنع حالات كتير من الغش. هو نظام حضرتك لسه خد اصلا مش حد دلوقتي يعرف هو حلو ولا وحش ولا حتى المدرسين يعرفوا. والله نظام كويس جدا ممتاز، بس هو مش ده البوكلت الاصلي. المفروض بوكلت يعني الاسئله كلها اختياريه، كلها مش في اسئله وفي اسئله. لا ده مش بوكلت صحيح. البوكلت انا من وجهه نظري انا شايف ان هو حلو، ان هو بيميز الطالب اللي فاهم عن اللي مش فاهم. احنا ما عندناش فكره عنه خالص غير ان هو اسئله موجوده في كراسه وفي نفس الاجابه، يعني هنجاوب في نفس المكان. هو كويس بس بالنسبه للمواد احنا كازهر في حاجات ما تنفعش فيها النظام، الاسئله اللي محتاجه تفكير. عشان في الازهر بقى في مواد من المواد الشرعيه والعربيه بتحتاج حفظ، فانت تيجي تسالني في حاجه فيها تفكير ازاي؟ في طلبه اتظلمت فيه انهم مش عاجبينهم النظام ده ولا، والاسئله تبقى كتير كده، ف ولازم الطالب يطلع عليه كتير في المدارس، حتى المدارس ما بيدربوش عليه تقريبا في الدروس بس. واحنا في المدارس عملنا اختبارات للطلبه ودربناهم عليهم كويس قوي. انا رحت كذا مره بس ما بلاقيش مثلا الطلبه، مش بلاقي اهتمام من المدرسين. بروح يعني زي ما رحت زي ما جيت يعني. ما حدش بيقول لنا تعالوا، ما فيش غياب ولا حضور. احنا لغايه شهر 3 ما كناش نعرف شكله ايه اصلا. في المدرسة يعني قليل الطلبة اللي بتيجي، بس هي اللي بتتدرب عليه. ما حدش بيقولها تعالوا، وما فيش حضور ولا غياب ولا أي حاجة، ولا حد بيشرح ولا أي حاجة من الكلام ده. المدرسة يعني بنروح لما يكون عارفين المدرس ده كويس في المادة أو ادانا قبل كده وبنفهم منه، إنما في مدرسين اللي هم مش متمكنين من المادة أو واخدين هم أصلا بتوع إعدادي مطلعين بتوع ثانوي عشان عجز. طب احنا دلوقتي يعني احنا طول السنة مش بنتدربين على حاجة، احنا مدربين على حاجة معينة اللي هو الامتحان زي كل سنة. جه في نص السنة يقول لنا في بوكلت واحنا ما بنعرفش عنه أي حاجة. لا هو نظام جميل على أساس إن هو فيه كذا نموذج وهيحد من ظاهرة الغش بدرجة 80% 90% كمان. عملوا النظام دون عشان يحاربوا الغش، احنا ذنبنا إيه؟ يعني احنا اتفاجئنا بيه اولا، اللي هو عايزين ننزله عشان يمنع الغش يعني وكده زي ما بيحصل في السنين اللي فاتت. فدي ميزه البوكلت، ان انا ممكن لما كل الاسئله تكون قدامي وفيها مكان مش مترتبه جنب بعض ما انساهاش. ان هو هيتعمل لنا الاسئله في شكل كده زي حاجات اسئله ورا بعض، وبس بالتالي بقى اصعب، يعني اصعب من الايام اللي فاتت. هيفيد الطالب المتفوق ويضر الطالب الضعيف. طبعا دي حاجه جديده علينا يعني، واحنا مش متعودين ان احنا نمتحن بالطريقه دي. مميزاته اللي هو يعني الاسئله في ورقه الاجابه بينجز لنا في الوقت، مفيش اي حد بيخش بيشرح، وحتى لو حد دخل شرح ما بيبقاش زي ما هو مثلا ما بيشرح بره. الشرح هو نفس الامتحانات اللي بيدوها في المدرسه بيدوها في الدروس، في كل درس بنروحه بيدربك عليه. فالموضوع ان هو في كذا نموذج ده مظبط الدنيا كويس قوي، والاسئله مختلفه. بتروح المدرسه؟ لا ما بروحش المدرسه. لا ما بروحش المدرسه بصراحه. لا ما بروحش. مش محتاج يعني، انت عندك سنتر يعتبر بتاخد فيه كل دروسك. حوالي أكثر من 10 سنين عملنا اجتماع في مكتبة الإسكندرية وجبنا فيه ناس ممثلين لكل الدول التي تقدمت في النصف الأخير من القرن الماضي، يعني 50 سنة ل 60 سنة اللي فاتت. يعني الهند واليابان وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. وعندنا بسبب كده
ازاي النهضه بتاعتكم عملتوها هناك في بلادكم؟ كلهم قالوا بدينا باصلاح التعليم. الإصلاح الذي تم في جامعة القاهرة على كافة المسارات كان بأفكار بسيطة جدا، يعني أفكار من أساتذة، أفكار من طلبة، أفكار من كذا. فإحنا فكرنا إن إحنا نخرج نسمع بعض، يعني النهاردة في ولي أمر موجوع بمسألة التعليم، نسمعه يمكن نلاقي في الكلام اللي يقوله حل. ولذلك النهاردة إحنا بنؤكد إنه الأمم تتقدم بالأفكار، ونحن في هذا المؤتمر نبحث عن الأفكار أينما كانت. مش بس كده، بنحرر، بنعمل عملية تحريض للناس إنها تفكر، إن هي تفكر في مشاكلها. ما نعيش مشاكلنا النهاردة زي امبارح، هي دي المشكلة. احنا جالنا حلول ابتكارية وأفكار كثيرة أخذنا منها أفضلها، وبنفتح الباب أمام من يريد أن يكون لديه input، يوثق ما يريده ويرسله، لأن ما لا يوثق لا يوجد. وفي نفس الوقت زي ما حضراتكم شفتوا في المؤتمر، الوزير التربية والتعليم بيكلم لغة العصر وعايز يعتمد على التكنولوجيا، وبالقطع لازم يكون عنده قدر من اللامركزية. وزير التعليم العالي بيشجع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وعايز يتوسع في التعليم العالي، وده محتاج من وجهة نظري وسائل لتمويل الطلاب علشان بس ما يبقاش فيه عندنا فجوة بين القادرين وغير القادرين. شكرا جزيلا. احنا بنناقش الحلول، مقترحات، افكار، حل لمشكلة الدروس الخصوصية، حل لمشكلة الكثافة الفصول، حل لمشكلة الادارة الاقتصادية للجامعات، حل لمشكلة الثانوية العامة، حل لمشكلة القبول بالجامعات. حلول عملية ليها وسائل لتنفيذها، وليها تكلفة مالية، وليها جدول زمني بتتم فيها، لأن المشاكل احنا عارفينها كلها. خلينا نقول ان مش النجاحات ديتي نجاحات جابر نصار، هذه نجاحات مؤسسة، عمل مؤسسي مكون من كل المجتمع الأكاديمي في جامعة القاهرة، أساتذة وطلابا وعاملين، كل واحد أسهم. النهاردة لما تخش جامعة القاهرة تلاقي شوارعها كلها نظيفة وزي الفل، العامل اللي بينظف، الطالب اللي ما بيرميش حاجة على الأرض. هذه منظومة نجاح نتيجة عمل مؤسسي لا يمكن أن تنسب لجابر نصار وحده. ولذلك عندما يخرج جابر نصار بانتهاء مدته الأولى سوف تظل المنظومة كما هي، وهذا ما نأمل فيه وسنراقبه.